لا ينافي ولا يمنع من النصيحة، لا يمنع من تقديم النصيحة لولاة الأمر سواء كانوا علماء أو أمراء، لكن هذه النصيحة يجب أن تكون ضمن الأطر الشرعية، ضمن الضوابط الشرعية، لأن بعض الناس عندنا مثل يقول بيكحلها عماها. أنت إذا أردت أن تنهى عن منكر لا تأتي بمنكر أعظم منه، هذه قاعدة شرعية، ترى الشرع أحيانا يبيح أمرا لا يخلو من مشكلات أو لا يخلو من بعض الأمور، لكن لماذا أباحه الشرع؟ لأن مصالحه ومنافعه أعظم بكثير من مضاره، وفي المقابل ينهى الشرع عن أمور شرها عظيم ولو تضمنت مصالح، ولو كان فيها مصلحة يسيرة، المصلحة اليسيرة لا تبيح لك ارتكاب هذا المحرم. فهناك ضوابط شرعية في نصح ولاة الأمر، يمكن لها مجلس إن شاء الله آخر، لكن المقصود أن بعض الناس تحملهم العاطفة ويحملهم أحياناً الحماس للإسلام والحماس للدين أنه يقع في أشياء تخالف الشرع. أنا أذكر مرة ناقشت واحد فيعني اختصرت له الكلام، قلت له لو كان أبوك يشرب الخمر يحق لك تضربه شرعا؟ هل يحق له أن يضربه؟ كده. كيف يغير المنكر هذا؟ هكذا أنت الآن إذا أردت أن تغير منكر عند إنسان معظم، عند إنسان يعني له مكانة، له منزلة في الشرع، يعني هذه المنزلة ليست هي منزلة فقط دنيوية، إنما هي منزلة شرعية. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يغير منكرا في والديه عليه أن يلزم اللطف، ما في أعظم من الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لي أبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي. ولما قال له انتهي ولا رجمتك، قال سلام عليك. وهكذا بالنسبة للأمر اليوم، يعني في كثير من الأحيان الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن ينكر بقلبه أحيانا. عندنا الحمد لله يعني الحرية عندنا متاحة يعني، وعندنا مجال كبير للكلام، لكن مع ذلك على الإنسان أن يراعي الضوابط الشرعية وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في هذا الباب حتى يكون مأجورا غير مأزور، لأن الإنسان الذي يريد الأجر لازم ينظر في هذه العبادة ما هي ضوابطها، ما هي يعني قواعدها، متى تجوز ومتى لا تجوز. مثل الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لو جاء إنسان وقال أنا أريد الأجر نقول أخطأت، لازم تراعي الضوابط الشرعية في هذا الباب، الضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حتى يكون الإنسان مأجورا على عمله الصالح، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الشرط الثاني أن يكون عمله موافقا للشريعة.
إذا كان إنسان مخلص متحمس ومندفع ولكن ما عنده موافقة للشرع ليس له أجر، لأنه فقد الشرط الثاني من شروط قبول العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم بارك على رسول الله.